كثير من الناس شيخ صالح يولي الناس على أمواله ويغفل عنها، ومنهم من يستيقظ ضميره إذا ما وقع في خيانة كصاحب هذه الرسالة، ومنهم من لم يكن كذلك. لعل لكم كلمة شيخ صالح، كيف نولي الناس على أموالنا؟ جزاكم الله خير. أولا يجب على أصحاب الأموال ألا يولوها إلا أهل الأمانة وأهل الدين والتقى، لأن الله جل وعلا أمر بحفظ الأموال. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الأموال عن الضياع، نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وعن كثرة السؤال، وكما جاء بمعنى هذا الحديث أيضا من النهي عن إضاعة المال. ومن إضاعة المال أن يولى عليه من لا يوثق به أو من لا يحسن التصرف، لأن هذه الأموال نعمة من الله عز وجل تقوم بها مصالح العباد، فلا يجوز إهمالها وتعريضها للتلف أو للسرقة أو للضياع. هذا من ناحية أصحاب الأموال. أما من ناحية المؤتمنين على هذه الأموال، فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يقوموا بالأمانة التي ائتمنوا عليها. قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فواجب حفظ الأمانات وأداؤها إلى أصحابها، ولا تجوز الخيانة فيها، لأن الخيانة في الأمانات من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. الواجب على من اؤتمنوا على أموال الناس أن يكونوا عند حسن ظن من ائتمنهم، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أماناتهم. قال تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم